بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فرصة تحت لي باش أنني نشارك في هذا المهرجان اللي هو مهرجان مهم واللي جاء على ضفاف واد سبو، واد الحضارات، واد الثقافة، واد الخضرة. وهذا الواد هو اللي سقى جدودنا والناس اللي خدموا تيخدموا به، سواء المياه ديال المعامل او المياه ديال الفلاحه او مجموعه ديال المنفعه اللي كتخرج من هذا الواد. لكن هذا الواد شاد واحد المجموعه ديال الحضارات، ما احنا جينا نكملوا بناء هذه الحضاره اللي شاد هذا الواد. فربما غادي يجي واحد الوقت اللي يقولوا كان هنا واحد المجموعه ديال الفنانين جاوا لهذا المركز، المركز اللي هنا على ضفاف نهر سبو، وهذا شرف لنا اننا ننتمي لهذا التربه اللي هي وطنيه وكنخدموا القضايا الوطنيه بكل فخر واعتزاز. ما نقدرش ندير لك تقييم ديال الذات ديالي، هذا تقييم كنخلي الناس هما اللي كيعرفوا كل شيء، هما اللي كيقولوا كل شيء. لا مشيتي سولتي اي واحد كيعطيك فكره على قرمد، لانه قرمد عاش معاهم في الاعلام من البدايه ديال 69 الى يومنا هذا. فكنت اول خطاط بالتلفزه المغربيه، حاولت ما امكن نساهم في الافلام، في المنتديات، في العروض، فاش غنقول لك في كل المؤتمرات اللي كانت دازت في بلادنا، كل الاشياء اللي كان فكنت تنكتبها، وكل المهرجانات الرياضيه، في كل حاجه كنت كنكتبها باليد، لانه ما كانت عندنا لا الات ولا حاسوب ولا والو. فكنت انا تنوب على هذا الحاسوب اللي هو جا اليوم وعاود ساعدنا كثير، وكنتقدموا بسبب هذا. فهو هذا القرمد هو تكوين ديال المجموعه ديال المعطيات اللي تحت ليا، وكنغتنم الفرص، كنشارك بمهرجانات معارض دوليه، فاكتسبت واحد النوع من الشهره، وكنحمد الله ونشكره على هذه الشهره، وبارك الله فيكم. خديجة زياتي، فنانة تشكيلية من الدار البيضاء وأستاذة الفنون التشكيلية. جينا باش نشاركوا في هاد التظاهرة وهاد الحفل الكبير على ضفاف نهر سبو. بطبيعة الحال هاد الجو ما غادي يزيدنا إلا أنه يعطيونا يروينا باش نعطيو أكثر في الإبداعات ديالنا، وباش نطلقوا المخيلة ديالنا، أن العينان نطلقوا لها العينان أنها تبدأ أكثر. وحنا جد فرحانين أننا شفنا هاد الوجوه وشفنا هاد الناس وشفنا ديزارتيست أو فنانين من جميع من المغرب كامل، من طنجة حتى القويرة، ونتمنوا أننا نكونوا في المستوى اللي غادي يرضي الجمعية ويرضي الإخوان اللي ديال المشرع بالقصيري، ونتمنوا نكونوا ضياف خفاف الظل عليكم. بالنسبة للوحة هي نقدروا نقولوا أنها سوريالية، والسوريالي هو أنك تأخذ من الواقع. مثلا ملي كنشوف لو فيزاج كنشوفوا العينين، كنشوفوا الفم، نشوفوا هادو، كنعرفوا هادشي راه كاين في الواقع، ولكن كتزيد دير اللمسة ديالك هو أنك تردها سوريالية، شي حاجة اللي ما فوق الواقع. بالنسبه للالوان، انا استعملت الالوان اللي ديال انغري، داك لي طون ديال الرمادي، وعاد زدت لي طون ديال الرمادي كيكون شي شويه تريست شويه، يعني الالوان داكنه، وعاد ضفت ليها دي كولور اللي فيف اللي يقدروا يدخلوا البهجه للوحه، وحتى كيعطيوها شويه الحركه. كتكون جامده في الاول بدوك لي كولور ديال الكري، ملي كتدخل هاد الالوان هادو كيعطيوها واحد الحركه، كتولي بحال كتحرك كتشطح، كيف كنقولوا بالفرنسيه سي بور فير شونتي لونسامبل. السلام عليكم، مرحبا بكم في مدينة مشرع بالقصيري، حيث نتواجد على ضفاف نهر سبو في هذا المهرجان التشكيلي اللي احنا في الحقيقة مسرورين كجمعية أفق آرت، أن جمعية أجيالكم للثقافة والفنون دائما في الحقيقة كيعرضوا علينا وكيستقبلونا حسن الاستقبال. احنا مسرورين بتواجدنا هنا في هذا المهرجان الهائل الصراحة. المهم الجو هائل، الإخوان هائلين. Oh,
الصحراوي محمد مدير مجموعة جنان الغيوان، احنا جد فرحانين اليوم مشاركتنا في هذا المهرجان الدولي لتشكيلة واد سبو، وحنا جد فرحانين مع الجمهور الغيواني واللي كيحب الظاهرة الغيوانية. تنقدم لك الأخ المبروكي محمد العازف على آلة البانجو، الأخ المعطي العازف على آلة الطامطام، عبدو ربيه صحراء محمد العازف على آلة البندير، وعبدو ربيه الحميد الغيواني العازف على آلة الهجهوش. هي مجموعة جاتنا كفكرة، احنا باقين أطفال يمت يعني يمت تمدروس يمت الابتدائي، وجاتنا كفكرة لتأسيس مجموعة ما سميناها أولاد. من بعد طورنا سجلنا وجلسنا مع يعني مع أساتذة كيبحثوا في الظاهرة الغيوانية، وعطونا واحد الاسم اللي هو سميتو جنان الغيوان. وهذا الجنان هو حق اللي فيه المجموعة يعني ديال الإبداع والمجموعة ديال المبدعين والتراث المغربي في العيطاء والزجل. والحمد لله راه الفرقة هذه راه عطات المنتوج ديالها على صعيد الدولي ماشي حتى الوطني، والحمد لله حنا مازال غاديين في المسار ديالنا الجديد يعني المسار ديالنا الغيواني، وكنبحثوا وتنسجلوا ان شاء الله. وحنا راه كنوجدوا على صدد واحد الالبوم يعني النهاية ديال هذه السنة، هذه البوم اللي يخرج ان شاء الله الوجود والسوق الساحة الفنية. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.